بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الذي شرح صدورنا بالإيمان وبالإسلام وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كاشف الغمة مفرح الأمة منير السماوات والأرض رسالتي جاءت رحمة للعالمين معكم ليلى طه في برنامج سؤال وجواب في الشرع والنهارده هيبقى معانا ضيف عزيز جدا وهو عالم من علماء مشايخ الازهر الشريف وهو الدكتور عبد الهادي هاشم بقسم اصول الفقه بكليه الشريعه والقانون بالقاهره وباحث بالمركز الفتوى العالمي الالكترونيه بمشيخه الازهر الشريف شرفت يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك كل عام وانتم بخير اتفضل يا دكتور أتفضل. الحمد لله الذي نشر العلماء اعلاما وثبت لهم على الصراط المستقيم اقداما وجل مقام العلم اعلى مقام وفضل العلماء باقامه الحجج الدينيه ومعرفه الاحكام وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة والإلهام. وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة والإلهام وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الأنام فصاموا نهارهم وقاموا ليلهم واستحلوا القيام وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الكريم وذا مناهم وهذا مقصد الساده الكرام. والصلاه والسلام من الله صاحب الفضل والانعام على سيدنا محمد عظيم الجاه والمقام وعلى اله وصحبه السادات الكرام اما بعد. فبدايه اهنئ مصر قياده وشعبا بهذا الشهر الفضيل. و اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها على سيرتها الاولى في الحضاره والمعرفه وهي قلب العالم العربي والاسلامي. فهنيئا للشعب المصري الذي ذكر الله بلده في القران الكريم وجعلها كنانه الارض في كنانه الله في ارضه. واهنئ الازهر الشريف شيخا واعضاء هيئه التدريس وطلابا وشبابا اهنئهم واسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع الازهر بشيخه الولي الصالح الشيخ احمد الطيب وبمن حوله من العاملين معه من الاساتذه والمشايخ واهل الفتوى كما اهنئ الامه العربيه جمعاء شعبا وقياده وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد قلوبنا وقلوبهم بهذا الفضل العظيم وهو شهر رمضان أما عن شهر رمضان الفضيل فقد جاءت أحاديث وآيات في كتابه الكريم تبين لنا وتسعد المسلمين بهذا الشهر لكي يفرحوا بنعم الله أو نعمة ربنا سبحانه وتعالى على عباده وعطاءاته وعطاءات الله كمالات فلا يحصيها إنسان وإن تَعُدُّوا نعمة الله لا تحصوها هذا الشهر الفضيل جاءت آيات أربع آيات في سورة البقرة الآية ثلاث وثمانين وأربع وثمانين وخمس وثمانين وست وثمانين بعد المئة هذه الآيات بيّنت كل شيء في هذا الشهر الكريم من كرامات ومن نفحات يعني من الله بها على هذه الامه يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذًا يا شيخ أنت بتحدثنا عن فضل شهر رمضان الكريم نعم آه عايزين حضرتك تقول لنا برضو آه الناس اللي بتستهون بالشهر ده آه يعني يصوموا اليوم دون عباده هو قال تعالى في كتابه الكريم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فإذا صام الإنسان رمضان وقصر في باقي الفرائض والعبادات فهذا لا يبطل صومه ولكن لا ينال الخير الكثير الذي صرح به القرآن وصرحت به السنة إذا الصوم غير باطل بفعل العبادات الصوم صحيح آه. ولكن هو واقع في مصيبه كبيره اذا ترك الصلوات او اخرها عن اوقاتها. مم. ونعم بالله، طيب اكمل حضرتك. من الاحاديث التي وردت في هذا الشهر الكريم ويعني يسعد بهذا الحديث كل مسلم وكل مؤمن ما رواه الترمذي وغيره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله فرض الله صومه وجعل قيام ليله تطوعا فمن تطوع بخصلة من خصال الخير كانت له فريضة ومن تطوع ومن أدى فيما سواه ومن أدى فريضة في أدى هذا الشهر الكريم آه كانت أدى سبعين فريضة كانت كسبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائماً كان مغفره لذنوبه وعتقا لرقبته من النار يعني انا لما افطر حد سواء بقى احنا ما جيناش طبعا دلوقتي عن زكاه الفطر احنا بنتكلم عن الصدقه دلوقتي المتطوعه ان انا لو قمت بافطار شخص معين أه كان هذا عتقا من النار عتقا ده فيه ثلاث عطاءات ربانيه اه حدثني مغفره لذنوبه آه وعتقا لرقبته من النار آه وكان له مثل اجره من غير أن ينتقص من أجر الصائم شيء الله يعني أنا لي أجر نعم وهو لي أجر نعم يعني مش أنا عشان فطرته هياخد من أجري ولا أنا عشان لا 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 آه هو أجره كامل وال والمضيف أجره كامل آه وعطاء الله واسع ونعم بالله نعم كمل من شيء آه من فطر فيه صائباً كان مغفرة لذنوبه وعتقاً لرقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء, شيء, شيء قالوا الصحابة طبعا أيوة قالوا ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم على الله يعطي هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء وهذا شهر أوله رحمة وأوسط وأوسطه مغفرة واخره عتق من النار طيب يا شيخ احنا يا دكتور احنا في الجزء ده عايزين نعرف يعني استغل بدايه الشهر العشره اللي هم اوله مغفره والعشره الثانيين طبعا العشره وفر. الاولى انتهت انتهت اه نحن اليوم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعه آه. اول العشره الوسطى في آه. اول العشره الوسطى اه في اوسط رمضان في اوسط رمضان فنحن في ايام المغفره اه ايه القربة اللي ممكن نعملها نستغل الوقت ده ونستغل الايام دي طبعا بعيد ان احنا هنصلي ونؤدي الصلوات والاذكار طبعا العبادات اولويات أوه. فاول فريضه مع الصوم هي الصلوات في اوقاتها أوه. جماعه ان استطاع الانسان آه بعد كده النوافل آه. النوافل القبلية والبعدية آه آه. فإن هذه النوافل لها حكمة عظيمة لو اطلع عليها الناس أو عرفها ما تركوها طب حدثنا عن بعض فضل هذه النوافل هذه النوافل شرعها الله سبحانه وتعالى قبلية وبعدية مم. وهذه النوافل ليس في الصلاة فقط مم. حتى في الصوم آه آه هذه النواف القبليه، القبليه هي تهيئه القلب م. للدخول في هذه الصلاه, الصلاة الفريضه آه. فهي جوهره فلا بد ان نحيطها بشيء من الصدف م. ونحافظ عليها، فنهيئ القلب للذكر والحضور مع الله سبحانه وتعالى، م. فلا بد من دخول من الدخول في ركعات لله م. وهذه منصوص عليها في السنه 12 ركعه في في الصلوات الخمس م. اما السنن القبل البعديه فهي لجبر الكسر م. ربما يصيب الفريضه سهو او غيره أوه. فهذا جبر لهذا وهذا كرم من الله أو بالله سبحانه وتعالى يعني اذا السنن النوافل القبليه تهيئة, تهيئه للصلاه تهيئه للقلب للقلب لان الانسان هيدخل في شيء هام ومهم وخطير آه وعظيم, وعظيم فلا بد ان يكون القلب مهيا, مهيأ للحضور مم لان الانسان مبتلى بهموم كثيره مم فبعضها يتركها عند الوضوء مم والبعض يتركها عند دخول المسجد مم ثم إن بقى, ان بقي شيء فندفعه بالصلوات النوافل مم حتى يهيئ القلب مم لاستقبال الانوار آه مم وللحضور مع الرح الرحيم الرحمن كملنا عن فضل الصوم طبعا هذا الشهر الكريم هو ركن من اركان الدين وهو من اعظم الفرائض وجاء في الحديث ان كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به فهذا يدل هذا الحديث يدل على ان هذه الفريضه تتميز بشيء زائد من الاخلاص مم. فان الانسان يستطيع ان ياكل ويشرب في بيته ثم يتمثل الصوم امام الناس مم. ولكن هذا يعني يجعل الانسان يتعلم الاخلاص لله سبحانه وتعالى بهذه الفريضه آه ثم ان هذه الفريضه من المكفرات لذنوب الانسان ونحن طبعا خطاؤون الانسان بطبيعته ينسى ويخطا لكن هناك رب غفور مم. فجعل هناك اسباب لمغفره الذنوب وهي منح وعطايا فقال صلى الله عليه وسلم عليه آه الصلوات الخمس م. والجمعه الى الجمعه م. ورمضان الى رمضان م. كفارات آه لما بينهن آه اذا اجتيبت الكبائر م. فهذا الشهر لو اردنا ان نحيط باسراره لاحتجنا ساعات م. في هذا الامر آه طبعا هناك احاديث آه كثيره يعني تصرح وتشير الى فضل هذا الشهر الكريم ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واي شيء بعد هذا يطلبه الانسان ويتمناه ان تغفر له اخطاءه وذنوبه التي ارتكبها تحت وسوسه الشيطان واعوانه من نفس ومن دنيا ومن هوى ونعم بالله اذا احنا تحدثنا عن فضل شهر رمضان الكريم وخاصه العشر الاوسط من الشهر نتحدث بقى يا دكتور عن الحكمه من مشروعيه الصوم إحنا كفقهاء عندما نعنون للحكمة نقول حكمة مشروعية الصوم أو آه الصيام آه وحكمة مشروعية الصلاة آه وحكمة مشروعية آه الحج نقول حكمة بالمفرد لكن لا نقصد الإفراد إحنا آه لا نقصد كونها مفرد الحكمة هي حكم خلينا نوضح للساده المشاهدين إن الحكمة المقصود بها يعني ليه الحاجة دي ربنا شرعها؟ أيوة ما هي آه الفوائد والمصالح آه التي تعود على الانسان منها انا فاهم ان معنى بس الحكمه هي الفوائد آه والمصالح آه العائده على المؤمن من هذه التشريعات الكريمه اه هذا هو معنى الحكمه اه عشان في ناس بس هي تبقى مش نعم. اه نفهم الناس واحده واحده نعم الحكمه قلنا يعني ليس حكمه واحده اه هذه الحك... الحكمه حكم, حكم كثيره آه, اه ونعم هي في حدها نعم الحكم دي عباره عن فوائد ومصالح تعود على الانسان وتعود على الامه وهذه الفوائد هي نعم من نعم الله سبحانه وتعالى وقال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها, لا تحصوها. ثم انا لي راي في الحكمة او الحكم مم. انها عطاءات سماويه وعطاءات سماويه هي كمالات لان الله لا يعطي ناقص مم. ناقص لانه كامل مم. فكل ما يصدر من الله فهو كمال ونعمه بالله سواء حكم او ابتلاءات او عطاءات او ثواب او حسنات أي حاجة تصدر من الملك تصدر من الرحمن الرحيم تصدر من الكريم فهي طبعا كمالات وهذه مدام كمالات لا يستطيع الإنسان الناقص أن يحيط بهذه به الكمالات أو بجميعها وإنما يفتح الله على الفقهاء ببعض الحكم الظاهرة لكي يعللوا الأحكام ويعرفوا ما هي فوائد هذه العبادة فيضعوا أحكامهم ويضعوا آراءهم فيها طيب يا شيخ فيما تقول عن بعض الناس إذا أصابهم ابتلاء أو منحة من الله يقوم الأمر بالاعتراض يعني أنا اللي عملت فيا كده إيش معنى أنا ويحصل النقاش ده هو لا يصدر من الله شيء ضار م. نحن نراه شرا م. أو نراه عذابا أو نراه ألما لكن ينطوي على أنوار فإن هذه الأمة جعل الله ابتلاءها في الدنيا وليس في الآخرة، م. يعني هذه الأمة يعني آه تبعث يوم القيامة م. ولا ذنب عليها، م. كله يعني يعني شوية ابتلاءات من م. الله في هذه الدنيا وإن بقي شيء فهو في يعني إن بقي شيء ونسأل الله العفو والعافية أمين يكون في القبر، أمين. فهذه الابتلاءات يعني منح وعطاءات وقال جاء في الاثر اشدكم بلاء او ابتلاء مم. الانبياء مم. ثم الامثل ثم الاولياء آه. ثم الامثل فالامثل مم. يعني كلما قوي الابتلاء مم. كلما قوي الايمان قوي الابتلاء قوي, قوي الابتلاء. ليه؟ مم. مم. لان الابتلاء هذا ربنا سبحانه وتعالى ليس من كرمه ان يبتلي العبد فيجزع فيخرج عن دائره الايمان آه. وانما هو عالم وعليم بما في قلبه من قوه محبة وقوة مودة وقوة تعلق بالله سبحانه وتعالى فطبعا طبعا والله المثل الاعلى أن الانسان لما يحب ابنا له فيحب يؤدبه ويربيه هل هو يكره ابنه؟ وانما يريد ان يكون ناجحا فيشد عليه فكذلك والله المثل الاعلى كلما كان الانسان قويا في ايمانه كان محل محل الابتلاء الحق سبحانه وتعالى ولكن في شيء هام ربما يعني بعض الاخوه لا يعرفونه او اكثرهم مم. هذا الابتلاء في جانب لطف معه بل يسبقه مم. فهناك ابتلاءات شديده تصيب المؤمنين وتصيب الاولياء مم. فيراها الناس انها شديده مم. لكن الولي ولي الله هناك الطاف في قلبه وأنوار لا يشعر بهذا آه. بهذا الابتلاء وهذا الالم لانه يرى الجانب الجمالي في في باطنه وفي روحه. يعني بياخذ الجانب السلبي وبياخد الجانب الايجابي، مش مش كل الحياه تبقى سلبي ومش كل الحياه هو وربنا آه. غني عن تعذيبنا وغني وانما هذا لمصلحه الانسان عندما ينجح في في ابتلاءاته بالحمد والشكر آه. يفرح ب ب ب ب بح بايمانه. بالصبر. اه فربنا حب يعني يفرحنا آه. يقول عبدي صبر عبدي اصبته بكذا. أصابه كذا وصبر فله مني كذا، أوه. فرح يعني حاجة سبحان الله عطاء أيوه فهي عطاءات وليست ابتلاءات منح الناس ما بتفهمش كده يا دكتور، الناس بتفهم إن أنا يعني دايماً بيجي لنا اتصالات إن أنا دايماً مبتلى أنا دايماً الدنيا متقفلة في وشي هذا جهل أنا... طبعاً أوه. بعض الناس يقول هذا إنسان مبتلى فهو ليس يعني مؤمناً أو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، لا, لا. بالعكس البعيد عن ربنا له ابتلاء والقريب له ابتلاء ولذلك قسموا الابتلاءات اقسام ثلاثه ابتلاءات ترقيه الترقيه هذا للاولياء والانبياء ترقيه يعني اعلى يعني اعلى ابتلاء يعني, يعني هم آه لم يحدث منهم مساوئ او آه غفلات او اخطاء آه حتى يكفرها الله بهذا الابتلاء آه وانما هو ترقيه آه فهي امة سيدنا محمد من السنن الكونيه فيها انها ترقى بهذا الابتلاء آه والبلاء آه آه اقتضاء بالانبياء واحنا طبعا عمرنا ما نعم هنيجي لا سيدنا ابراهيم آه. كلهم ابتلوا قول العزم من الرسل طبعا احنا عمرنا ما هنيجي حاجه نعم. جنب دول ومع ذلك ربنا ابتلاهم باشد الابتلاء وفي ابتلاء الثاني او النوع الثاني آه. ابتلاء تصفيه ان الانسان قد غفل اغفله الشيطان واغفلته الدنيا واغفله المجتمع الذي حوله فقصر في العبادات قصر في الصلوات اساء الى فلان ارتكب بعض المعاصي فربنا طبعا يحبه مم. هو ربنا ناخذ القاعده العامه مم. ان الله يحب الامه مم. وهي اعظم امه اكرمها مم. الله واختصت بكفايه اختصت بسيدنا رسول الله الامه المحمديه نعم اختصت بخصائص قد أفرد لها العلماء بابا وابوابا أبوابا. قالوا باب في اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في اختصت به الأمة. يعني انفردت دون غيرها. معنى اختصت يعني إيه؟ انفردت دون غيرها. دون غيرها. فهذه الأمة محظوظة، محظوظة بنبيها الأكرم ورسولها الأعظم شفيع شفيعهم يوم القيامة. فهناك طبعا اناس يقصرون ويخطئون ينسون الله ويغويهم الشيطان في بعض الاوقات ففعلوا الصالح وفعلوا السيء فربنا سبحانه وتعالى يبتليهم بهذا البلاء او هذا الابتلاء ليصفيهم ليصفيهم هذا هو خاص ده خاص بعوام المسلمين بعوام المسلمين اما الاول للانبياء والاولياء خواص الامه في نوع ثالث وهو نستعيذ بالله منه وهو ابتلاء تعجيل العقوبة تعجيل العقوبة؟ تعجيل العقوبة إشارات على تعجيل العقوبة اه فهذا طبعا نسبة الأول محدودة أنبياء م. وأولياء م. النسبة الوسطى عريضة م. لأنه هو السواد الأعظم اللي هو ابتلاء التصفية اه هذا الابتلاء الأخير برضه نسبة محدودة اه لأنه الأمة بخير آه. فقليل من هو يعني مقصر في فرائض الله وطبعا هذه الفئه هي التي اقصدها انا اللي هو لا صلاه ولا صوم ويفعل المحرمات ويفعل الربا ويفعل الامور الثانيه يعني ما فيش هو مهمل يعني ليس له تعلق لا ينظر بالله. الله اليه هذا الانسان آه. يبتليه ربنا سبحانه وتعالى آه يعني تعليل عقوبه لغضبه مم. لغضبه عليه يعني يا دكتور كان ممكن ان الله سبحانه لكن وتعالى لكن في آه. النهايه امره الى الله امره الله آه. آه يعني انا اقصد اقول ان ممكن ربنا يعاقب الشخص ده فيما يحب يعني هو بيحب المال مثلا هي هذا وظيفه البلاء والابتلاء لا, لا تكون في الا فيما احبه الانسان لا تكون في شيء يعني مثلا الانسان يحب اولاده يبتلى في اولاده, في أولاده. يحب امواله يبتلى, يبتلى في, في أمواله. امواله يحب زوجته يبتلى في زوجته هو قد يحب الجميع أوه. ولكن هناك مميز امور مميزه يعني شغلت قلبه أوه. فهنا يبتلى فيه فيما شغل قلبه اذا الابتلاءات الساده المشاهدين طبعا لازم أن تعرف ان الابتلاءات انواع وليس نوع واحد وكل منه على حده كما وضحه الدكتور آه نرجع تاني لحكمه مشروعيه الصوم يا دكتور نكمل فيها وقفنا الحد الثالث ان الصيام يدرب المؤمن على هذا هذا هذه الاحاديث التي ذكرناها والايات آه. التي ذكرناها آه تنص وتصرح بفضل رمضان آه. لكن الحكم طبعا منها ما هو صريح ومنها ما هو يستنبط يستنبطه العلماء او يستنبطه العارفون فما يستنبطه العارفون ادق مما يستنبطه الفقهاء لان يعني العارفون فتح الله لقلوبهم واستقبلوا انواره وفهموا عن الله سبحانه وتعالى وعن سيدنا رسول الله طيب نخرج فاصل ونرجع بعد الفاصل انتظرونا رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا طبعا اللي عايز يتواصل معانا اعزائي المشاهدين الرقم على الشاشه تحت امركم في اي سؤال واي استفسار الدكتور موجود واحنا معاكم لحد ما انتم ما تزهقوا مننا مش احنا احنا ما بنزهقش لحد ما انتم ما تزهقوا نرجع لكلامنا تاني وهو حكمه مشروعيه الصوم اتفضل يا دكتور كما ذكرت في البدايه ان الحكمه لفظ مفرد ولكن في حقيقتها جمع وجمع كسرة وربما هي اعظم من الجمع لان الحكم التي رتبها الله سبحانه وتعالى على اي عباده قلنا هي عطاءات فان هذه العباده لها منافع ولها مصالح يعني يجنيها العبد تعود على الانسان المحتاج الفقير فربنا سبحانه وتعالى حكمه عطاءات وعطاءاته توصف بالكمال دائما اي عطاء طبعا في الدنيا بقى. في الاخره فهو آه كمال آه. والكمال قلنا ان العقل لا يحيط به وانما ياخذ بقدر ما استطاع او بقدر يعني ما فتح الله لقلبه عايزين نفهم الساده المشاهدين ان عطاءات الله ليست واجبه علي لان لا طبعا آه. تفضلا آه. آه. منا وفضلا منا وفضلاً, آه. 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 وفضلا من الله اه مننا لك انا انا عايز كذا لا انا لا طلبت لا لا. كذا طب ليه ما عملتوليش هو ليه هو, ما؟ هو يعني آه شريحة عظمة من من البشر في الامة آه يعني يفهم هذه الامور ولكن نادر ان والذي يجهل بسبب ذنوبه يجهل في هذه الامور لكن العوام الاميين الذين لم يتخصصوا في دراسة الفقه ولا يعرفون هذا بالفطرة لانه ديننا دين الفطرة فهو مفطور على الحب مفطور مفطور على حسن الظن بربه لأنه يعني دلل الله لهم بدلائل كثيرة يعني يعرف نفسه حين كان في بطن أمه أو كان صغيرا لطف الله به قبل أن يحتاج إلى النطف فإذا هذه المواقف علمت الإنسان دون مدرسة أن الله سبحانه وتعالى مصدر عطاء ومصدر رحمة ومصدر كرم ومغفرة ومغفرة طبعا <applause> طيب حضرتك ممكن تبدأ بقى معنا في مفترات شهر رمضان الكريم إيه الحاجات اللي ممكن أعملها تخليني أفطر؟ هي المفطرات منصوص عليها عند العلماء مفسدات الصوم أو مفطراته وإذا أفطر الإنسان بشيء من هذه الأمور فعليه القضاء أما إذا كان أفطر بمزاجه و... فعليه القضاء والكفارة فأمور عليها قضاء آه فقط وأمور عليها الكفارة والقضاء طيب تيجي دايماً فطبعاً هي محصورة ومعلومة آه منها آه طبعا الاكل والشراب آه عمدا مم. متعمدا لكن من رحمه ربنا طيب. من اكلنا معنا اتصال يا دكتور تفضل آه رجا من الاقصر تفضل السلام عليكم من؟ وعليكم السلام اتفضل كل سنه وانتم طيبين وحضرتك بخير تحياتي ليك وتحياتي للدكتور وصراحه العاملين بقناه صحة وجمال يعني بصراحه انتم قناه حلوه جدا والله العظيم شرفت يا فندم منورت ربنا يبارك فيكم عندي سؤال للدكتور اتفضل تفضل. الله يبارك فيكم بالنسبة لدكتور اخوات زوجتي أه بيأجوا على 16 سنة 18 سنة بالظبط كل سنتين بالظبط ولد ولد زوجتك ولا ابن زوجتك؟ اخواتها اخواتها ايه؟ اخواتها أخوات أخواتها،, أخوات زوجتي. اخواتها اخواتها اخوات الزوجة اخوات الزوجة اه, أخوات الزوجة. آه. آه. كل سنتين يعني يكملوا 16 سنة أو 18 سنة ويتوفوا في حوادث توفوا يعني في حوادث رابع واحد كان كان اول رمضان اه توفى رابع رمضان. واحد فما اعرفش يعني الاستلاء دي هل نعمه او نقمه فارغه يعني تسمع تسمع الوالده كلمتين حلوين من سيادتك يا دكتور كده يعني ربنا كده يعني اولا إيه كده. اولا كل عام وانتم بخير وانا طبعا بحب الصعيده واحب الوجه القبلي كله وانا من سوهاج يعني محافظة سوهاج بركه دار السلام انا الله. من مركز انا بحب قنا واسوان بحبها ربنا فيك يا دكتور والله احبهم قسما وانا صائم احبهم اكثر من محافظتي الله يبارك فيك يا دكتور لا ناس على دكتور. انهم ناس على الفطره وناس بسطاء الله يبارك والخير فيك. والخير, والخير فيك. وما زال في الصعيد الله يبارك فيك الله يبارك والحمد فيك. لله يعني الدوله الرشيده مهتمه بالمحافظات القبليه او الصعيد ما شاء الله يعني ربنا يبارك لك فخامة رئيس الجمهورية بصراحة نعم لا. نعم هو مصر مصر محظوظة مصر وخاصة في هذه الفترة فترة حرجة الله يبارك فيكم ولكن أتمنى من الشعب أن يعمل ويجتهد مع الرئيس ليساعده ويتكاتف معه فإنه إنسان فاضل وإنسان مخلص لبلده ووطنيته نرجع نرجع والله. إلى السؤال سيدي نعم. هو شكرا يا فندم علي وان شاء الله هنجاوب على سؤالك الابتلاءات هذه كما اشرت اليها من آه. من لحظه هو بيقول ان نعم. اخوات زوجته فيه فيه آه. فيه فيه في 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 حاجات انا اعرفها كثير آه. ابتلاءات آه. ممكن في يعني يبتلوا بحوادث آه. ممكن يبتلوا بامراض آه. يعني كلما يولد انسان واحد او بنت او ولد آه. يتوفى. مرض مرض معين آه. آه. يبتلى آه. هذه الابتلاءات كما قلت فهي منح من الله سبحانه وتعالى فهي ليس غضب وليس يعني يعني فهذا الابتلاء عنوانه الرحمه وعنوانه العطاء في في الدنيا وفي الاخره فهذه الابتلاءات ليست هي دليل ولا علامه على بغض الله ولا على يعني انما هي عطاءات من الله سبحانه وتعالى ولكن نطرق باب الطب فنعمل نعمل فحوصات نعمل اشياء من هذه القبيل لانه لا هو, هو هو بيتوفى بحادث مش بيتوفى بمرض يعني لا انا بتكلم عن ربما آه. يكون هناك من يتوفى بمرض آه معين يعني آه آه. ايا كان اما بقى في الحوال دي قضاءات مقدره مقدرة. آه. مقدره ازلا احنا عايزين نقول لها كلمه كده تصبر قلبها فربنا آه. لها, الجنة. لها الجنه لها الجنه على طيب طول في باذن من الله كمان في اكتر من كده جمال ايوه وبعدين احنا عليك. احنا يعني في دار دار مؤقته ودار محدوده ودار يعني آه هي ايام وسنوات وندخل في الجنان وفي الدار الاخره مم. اللي هي يعني خالدين مخلدين في نعيم الله فيها انما هذه فتره كلها ابتلاءات وكلها ايه يعني من هذا القبيل فنصبر ونحتسب واجرنا عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى مع الصابرين معنا منا تفضلي يا منا الو ايوه ايوه تفضلي حضرتك معنا ايوه لو سمحت انا كنت عايزه اسال عن زكاه المال ممكن اطلعها فلوس ولا شنط؟ ايه؟ السؤال الثاني لو سمحتي؟ السؤال المال زكاه المال؟ ايوه ممكن نطلعها فلوس ولا شنط؟ طب تمام لا هو ربما السائله كل عام وانتم بخير طبعا ربما تقصد صدقه الفطر صدقه الفطر ولا الصدقات المستحبه حضرتك؟ احنا معنا معنا زكاه الاموال فريضه ومعنى صدقة الفطر برضه واجبة. مم. السؤال يدل على أنك تقصدين صدقة الفطر. مم. أيوه وفي حضرتك برضه أنا جاينا مبلغ كده في بي... بيطلع لي مبلغ كل شهر، فأنا بطلع عليه برضه، ممكن أطلعه فلوس ولا شماس؟ لا زكاة الأموال فلوس. مم. من نفس الجنس بتاع آه. أما صدقة الفطر ففيها خلاف مم. بين العلماء. طيب حضرتك اسمعينا أي سؤال تاني؟ لا شكراً. تفضل. صدقة الفطر طبعا ميز لا يا شيخ بين زكاه المال وبين الصدقات المستحبه لان في ناس بتتلخبط في الامر إحنا ده احنا الصدقات دي ممكن تطلق باسم الصدقات او باسم الزكاه مم. ساعات يعني طبعا دي اصطلاحات لا اشكال فيها آه آه. ولكن احنا معنا الزكاه التي هي ركن من اركان الدين مم. زكاه الاموال آه. آه طبعا دي على من بلغ النصاب عنده مم. وحال عليه الحول آه. يجب عليه اخراج المقدار زي. المحدد شرع طب المقدار لان في ناس كتير جدا بتختلف فيه لا طبعا على حسب يعني احنا على حسب سا... المال اللي عنده اه على حسب المال 2.5% آه. 2.5% آه من الاموال اما بالنسبه طيب لز... هي دلوقتي يا شيخ بتقول يا دكتور بتقول ان زوجها بيطلع كل شهر مبلغ مالي اطلعه برضو مالي ولا إكياس؟ لا هي من واضح من كلام الحجه إنه يعني اللي بيخرجوا عليه الزكاة هذا أموال. أموال يعني بلغت حد النصاب بلغت حد فهذا نصاب. يخرج أموال. أموال أما صدقة الفطر فتختلف م. م. صدقة الفطر يعني منصوص عليها عينية, عينية. لكن إحنا لا نأخذ الأحكام كده بدون فقهاء وبدون اجتهاد أوه. فالعلماء علمائنا الافاضل اللي هم اصحاب المذاهب آه. اختلفوا آه جمهور العلماء يقول تخرج عينية كما نص عليها الشارع مم. عينية كما ايه يعني يا دكتور حدث عشان الناس يعني صاعا من تمر وصاعا من شعير او صاعا آه. من شعير على كل انسان مسلم آه يعني صغير او كبير حر او عبد ده زكاه كما ايه؟ كما جاء في حديث ابن عمر ده زكاه الايه؟ زكاه الفطر زكاه الفطر ساعه صاع او نسميها صدقه الفطر صدقه الفطر وحكمها واجب. آه. واجب نعم آه. صاع من تمر او صاع من شعير او من زبيب أنا مش عايزة أطلع يا دكتور كيس عايزة أطلعها أموال أطلع قد إيه؟ ما هو إحنا طبعا ديننا دين المصلحة اه فهو مبني يعني لازم الواحد ينظر إلى المصلحة مم ربما كانت هذه الأمور في زمن الماضي لها قيمتها مم يعني كان زمان يطحنوا هذه يجمعوا هذه الصدقات آه ويطحنوها على الراحة ويخبزوها وينتفعوا بها كده حضرتك فهمتي طبعا أن زكاة المال حاجة وأن المال اللي أنت بتخرجيه كل شهر ده حاجة تاني زكاة المال بيخرج مال نفهمها نعم أما زكاة الزكاة صدقة الفطرة ده أعتقد أن هي بتخرج أكياس ما فيش مشكلة صح؟ اما اما تخرج عينيه, عينية يعني واما يعني تخرج قيمه يعني قيمه لكن في هذا الزمن يعني نعمل بمذهب الساده الحنفيه أوه. في اخراج القيمه في اخراج القيمه القيمه نعم. اللي هو المنفعل يعني. الانسان يعني مثلا أه نشوف أه صاع الـ الصاع التمر بيساوي قد آه 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 ايه صاع الشعير بيساوي قد ايه وتخرج ايه وتخرج ايه ونخرج من يتصدق عليهم الانسان آه من اولاده وزوجته وخدمه مم مم ونخرجه اموالا اموالا يعني انت زكاه الفطر يا اعزائي المشاهدين احنا مش لازم نطلعها شنط رمضانية. ممكن انا بجمع قيمه يعني ايه قيمه زي ما الدكتور وضح لنا بنقول بنشوف صاع التمر صاع الشعير صاع الزبيب بيساوي قد ايه على عدد الاسره وبنخرج قيمه قيمه ماليه معانا ام احمد اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي معاك الدكتور لو سمحتي انا مريضه كانسر اه ومعايا باخد معاش والدي ألف جنيه وإني عملت له كارد عشان يعمل بيه مشروع هو واخوه والمشروع فشل وأنا دلوقتي مش عارفة أجيب علاجي ولا عارفة أعمل أي حاجة هم <applause> تركني مش بيساعدوني في ولا علاج ولا في أي حاجة أوه. والفلوس اللي دفعتها في المشروع طبعا المشروع ما نجحش معاهم يعني انت عملت قرض لابنك ولا عملت قرض لا كارد لابنك باسم مين يعني عملت الكارد لابنك يعني انت اللي جايبه الكارد لابنك اه اه بالمعاش والدك هي فتحت مشروع بهذه بهذا المال والمشروع طبعا اخفق طب اسمعينا حضرتك والدكتور هيجاوب على سؤالك في اي سؤال تاني؟ يعني فهي يعني ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يسخر لها من يسمعنا الان من الساده اللي هم المشاهدين عندهم المشاهدين اللي هم عندهم, آه. اللي هم عندهم يعني استعداد على المساعدة آه رقم آه. زار على الشاشة لو حد عايز يعمل أي مساعدة لأي اتجاه الرقم زار على الشاشة أنا متواصلة معكم متواجدة معكم على الواتساب أو على صفحتي أو صفحة البرنامج وممكن نقدر سواء كنت أنا أو الشيخ نقدر نوصل أي مساعدة لأي اتجاه مش شرط في القاهرة بس لا ده في كل المحافظات وفي كل الأماكن ومش شرط اتصال بس آه، لعل الله يكون هذا البرنامج آه، سبب في فتح الخير ورزق على جميع المسلمين يا رب العالمين آه، كمل يا دكتور أه طبعا احنا يعني نكمل موضوع ال هنجاوب عليها الاول اه ما احنا قلنا يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيها طبعا آه من مرضها امين يا رب العالمين وان يعني يوسع عليهم من فضله امين عليه من فضله وان شاء الله ربنا يسخر من هو يعني آه بمساعدتها بمساعدتها من الاخوه السامعين والمشاهدين ان شاء الله وعليها ان تترك رقم تليفونها في الاستديو تمام اتركي رقم التليفون في الاستوديو ورقمي انا موجود على الشاشه واي و.. استفسار احنا تحت امركم أه نكمل يا دكتور حكم الصوم أه حكم الصوم واجب الحكمه مشويه الحكمه آه. الحكمه قلنا انها حكم كثيره وعطاءات واسعه م. فيها ما هو نص عليه القران كما في الايه الاولى التي ذكرناها قبل قليل آه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لعلكم, لعلكم تتقون <applause> فهي التقوى هي حكمة مصرح بها في القرآن طبعا التقوى دي تحتاج إلى حديث طويل يعني هذا هي حكمة لكن في حكم توصل إليها <applause> إلى هذه التقوى وهو الصوم والصلوات وجميع العبادات وترك المنكرات والدعاء إلى غيره فهو تحقق التقوى في النهاية وهذا هو الهدف هذا هو الهدف من وجود هذا الإنسان في وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ليعبدون وليكون مم. تقيا في مجتمعه مم. ومصدر نفع ويعني يتربع في قلبه الإيمان مم. والولاء لله سبحانه وتعالى خالقه مم. ورازقه فالصوم طبعا هذه حكمة من ضمن الحكم. ضمن الحكم هناك حكم مستنبطة مم. مثل إيه مثلا المؤمن عندما يصوم من خلال صومه مم. وجوه واحساسه وشعوره بالجوع الألم آه طبعا يشعر بألم الفقراء والمساكين أوه. احنا طبعا في حاجه عقليه معروفه عند الناس أن الانسان اذا كان مغمورا في النعم مم. لا يشعر بقيمتها أوه. الانسان عندما يمرض يشعر مم. بقيمه الصحه مم. وعندما مثلا يقع تحت وضع يبتلق. الشمس وضع الشمس أوه. انا طبعا جالس في بيتي فيه مكيفات وفيه فاذا لا اعرف قيمه الشجره التي هي في الصحراء أوه. لا اعرف قيمتها ولا اقدر معناها م. وانما عندما يعني اصاب بشاعة الشمس المباشره اعرف قيمه الشجره فعندما طبعا نحتاج الى معرفه هذه النعم وهذا الصوم يعني يعلمنا ويذكرنا ما هو تذكير الصوم تذكير ان الصوم الانسان يشعر بهذه النعم التي هو محروم ومباحات طبعا هي آه المحروم معنا اتصال يا دكتور تفضل ام احمد ام احمد انقطع الاتصال اخرنا عليكي معلش نرجع يا دكتور تاني فطبعا من الحكم انها هي الصوم وسيله للشكر عندما يشعر الانسان بهذه النعم، عندما آه. يحرم منها ساعات من النهار مثلا، يعني م. النهار صائم، فيشعر بقيمتها. فطبعا يدفعه ذلك الى الشكر لله سبحانه وتعالى، والى الاحساس والشعور بآلام الفقراء والمساكين، وان يغدق عليهم بسر هذا الصوم. فهذا الصوم طبعا ينطوي فيه الجود والكرم، وكما جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اجود اجود الناس في شهر رمضان هو اجود الناس ولكن اكثر جودا, جوداً وعطاء في رمضان آه في شهر رمضان نعم كلمنا يا دكتور عن نرجع تاني برضو نسينا يعني اتكلمنا فيها بس ما خدناش قوي بالتفصيل وهو الاشياء المفطره في شهر رمضان عايزين نعرف الانواع زي القطره آه الاشياء اللي ممكن نحطها في الانف او الف هو آه الحاجات دي هو الحطان. ما يصل الى جوف الانسان من 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 آه فتحت المباشره لكن الحقن وهذه الامور اغلبها طبعا لا يفطر الا ما دخل كالحقن الشرجيه وغيرها يعني كل الحقن لا تفطر الا الحقنه آه. الشراجية اعزنا الله واياكم ايها المسلمون المشاهدين انها هي الوحيده اللي تفطر هو ما يصل الى الجوف الى الجوف آه. كل حاجه تفطر يعني مع تناول مثلا مم. تفطر آه الاكل والشراب المباشر بدون طبعا مم. لو كان ناسيا فقد اطعمه الله وسقاه معروف من طيب. كرم الله سبحانه وتعالى آه. أن يتم صومه فان الله سبحانه وتعالى اطعمه وسقاه. طيب احنا جالنا سؤال، السؤال ده وصل لينا امبارح على الواتساب، جمع مراته ناسيا انه في شهر رمضان. الجماع في نهار رمضان كلنا عارفين انه يبطل وعليه كفاره، طبعا صيامه شهرين متتابعين، احنا فاهمين الكلام ده، لكن هو كان ناسيا ما اعرفش نسي ازاي بس هو كان ناسيا. والله هو ده السؤال اللي احنا يعني آه <applause> هذه الأمور نادر أن يكون فيها نسيان آه نادر ولكن على فرض, على فرض على فرض أنه يقاس على الأكل والشراب آه طبعاً ولا بس هنا عليه القضاء عليه القضاء هنا عليه القضاء يعني معروش كفارة نعم معروش كفارة هنا في النسيان في لا 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 آه لا كفارة الكفارة عند القاصد القاصد كما جاء في حديث الأعرابي آه عندما جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة نعم قال وقعت على زوجتي في آه نهار رمضان آه قال لقد هلكت نعم نعم طيب آه برضو ايضا ان بعض الاسئله برضه اللي وصلت امبارح يا دكتور ان انا ممكن اكون آه عندي آه لدي حيض او آه نفاس هذا او مفطر على طول اه احنا فاهمين ان هو مفطر آه. او اختسال من جماعه او من اجتماع او ما شابه ذلك آه. ممكن انا اخر في الاختسال لبعض صلاه الفجر ولا يشترط ان انا نعم. قبل صلاه الفجر آه طبعا هذه مساله آه بث فيها العلماء رأيهم أوه. ولا خلاف فيها مم. ليه لانه هو طبعا آه هناك ادله أوه. خاصه مم. بهذه القضيه مم. وهناك دلاله اسمها دلاله الاشاره عند الاصوليين يعرفونها نعم. دلاله الاشاره اللي هي ما دل عليه اللفظ ولم يكن مقصودا آه قصدا أصليا مم. فطبعا احنا لما على وجه المثال طبعا أيوة على وجه. قال تعالى احل لكم من ليله الصيام رفثوا الى نسائكم طبعا احنا نعرف آه ونعلم ان في البدايه آه كان الصحابه في ايام الصحابه طبعا كان الانسان اذا نام آه بعد الافطار لا يحل له ان ياتي زوجته فلما وهذا كان من ضمن الابتلاءات بمناسبه الابتلاءات يعني ابتلاء التشريع آه طبعا علم الله ان هذا شق على الصحابه واحرجهم مم. يعني كانهم وقعوا في حرج بسببه مم. فنسخ هذا الحكم فجاء قوله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفس تفضل الو السلام عليكم وعليكم السلام لي. ازيك يا ماما ربنا يعزك يا ماما يا رب اتفضلي معاكم الدكتور اي سؤال؟ اتفضلي يا ام احمد. ربنا يا الله يبارك فيك. اي سؤال يا ماما؟ نعم انتم بخير. احنا زكاه الفطر. زكاه الفطر احنا لسه متكلمين فيها يا ماما انت كنت مش متابعانا ولا ايه؟ يا ام احمد. زكاه الفطر اسمعني يا ماما شرعها الله سبحانه وتعالى طعمه للمساكين. وتزكيه للصوم وللصائمين هذه هي الحكمه من زكاه الفطر سمين. وزكاه الفطر واجبه على كل مقتدر والكل أظن يعني شريحه عظمى مقتدره على اخراج هذه الصدقه آه. او هذه الزكاه هم الناس يا دكتور دايما بتختلف في حدها يعني انا اطلع قد ايه اطلع 50 جنيه على كل فرد مثلا 50 جنيه اطلع لا هي على طبعًا كل فرد 10 جنيه كل كل آه الحمد لله مؤسسات الازهر وخاصة دار الإفتاء المصرية بتحدد صدقة الفطر كل عام على حسب الأسعار وعلى حسب الأمور فهي يعني ربما تتراوح طبعا هم وضعوا حد ولكن قالوا لمن أراد أن يزيد في العطاء يزيد لكن وضعوا حد يعني لها ربما يكون من عشر جنيهات إلى خمسة عشر على كل إنسان ممن يعوله آه صاحب البيت او الاب او او الام ان كان الاب متوفى فاذا هل... شوفوا مثلا كم فرد في البيت لو كانوا مثلا آه خمسه في 15 خمسة في 75 جنيه ووقت صرفها للفقراء معروف آه قبل الذهاب الى آه المصلى مصلى العيد يعني آه آه. لكن هنا في نقطه مهمه جدا آه. آه يعني تطرق لها الفقهاء مم. قالوا يجوز اخراجها اذا دخل اول رمضان م. اذا وجد لها مطلب يعني او حاجه اليها امم فتخرج من اول الشهر يعني أه مثلا انا في هنختم يا دكتور نعم هنختم عشان البرنامج خلاص على العموم كل عام وانتم بخير م. وطبعا صدقه الفطر هي معروفه مقدارها كما حددناها أنا من الحلقة كامله عن شاء الفطر الحلقة ان شاء الله الحلقه القادمه في زكوات الفطر وفي ليله القدر باذن الله وكل عام وانتم بخير كان معكم الدكتور عبد الهادي وليلى طه نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل منا هذا العمل واسابكم واسابنا الجنه ونجعل هذا اليوم يا رب العالمين مسابه للمغفره والرحمه وبدايه العتق من النار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته